ولذا أنا في أول البحث حاولت أن أبين للمشاهد الكريم أن هؤلاء عندهم إصرار أن كل صحابة لأنهم يريدون أن يرتبوا هذه النتيجة الخطيرة العقائدية ماذا؟ والعملية. يعني واقعا فقط بمجرد أن جاء هكذا ووقف ورأى رسول الله فصار ماذا؟ صحابيا عدلا. أو جاء رآه في المسجد صلى خلفه من بعيد مولانا رآه صار ماذا؟ صحابيا. صار عدلا، صار طاهرا، صار 100 عنوان وعنوان لهؤلاء. والغريب دكتور، والغريب نحن عندما ندعي هذه العناوين من الطهارة والنزاهة والصدق وغيرها في علي وأولاد علي، يقول من أين ذلك في القرآن؟ هذه مغالاة. من أي؟ هذه مغالاة، مع أنه ورد في علي وأهل بيته ما لم يرد في أحد من العالمين. القرآن ذكر ورد في القرآن لم يذكر أبدا. أصلا لا أستدل بالقرآن، حتى يقول أستدل بحديث الثقلين، حديث الثقلين المتواتر بين علماء المسلمين. أيوجد عندكم حديث واحد متواتر بين علماء المسلمين يمدح ماذا؟ صحابي غير علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أتحدى هنا موضوع التحدي العلمي. وهذا إنما أنا أثرت هذه الأبحاث لأن بعض الإخوة اتصلوا بي قالوا لي سيدنا لماذا هذه الأبحاث؟ قلت بيني وبين الله هذه الأبحاث كانت بطلب من الفضائيات، بطلب من المواقع، لأنه خرجوا في الفضائيات وتركوا لنا كرسيا ماذا؟ فارغا. وقالوا هذا الكرسي لعلماء من؟ لعلماء الشيعة، لماذا لا يأتون ليملؤونه؟ الآن جئنا لكرسي واحد من هذه الكراسي حتى نقول لكم ماذا يقول علماء الشيعة. خرجوا في الفضائيات وتركوا لنا كرسيا ماذا؟ فارغا. وقالوا هذا الكرسي لعلماء من؟ لعلماء الشيعة، لماذا لا يأتون ليملؤونه؟ الآن جئنا لكرسي واحد من هذه الكراسي حتى نقول لكم ماذا يقول علماء الشيعة، حتى تعلموا بأنه عندما لا نجيب على كثير من أسئلتكم وعندما لا ندخل في سجال معكم لا لأننا لا نستطيع، لكن عندما تضطرون لذلك وأنتم الذين بدأتم هذه الأبحاث. وإلا أنا صار لي سنين أخرج على الفضائيات ولم أعرض لمثل هذه الأبحاث، وليس من منهجي الدخول في مثل هذه الأبحاث. لو خرج على إمام زمانه كما خرج معاوية على من؟ على الخليفة الرابع على حد اصطلاحهم، أيضا تخرج تسقط عدالته أو لا تسقط؟ لا، اجتهد فأخطأ. ولكن الغريب يا أخي، ما أدري بعد ذلك صار لي وقت ولا، الغريب أنه من يخرج على الخليفة الأول يكون كافرا ومرتدا وتسمى حروب الردة، ولكنه من يخرج على علي يسمى ماذا؟ مجتهدا. وسأقرأ العبارات من ابن كثير وغير ابن كثير.